بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نبدأ حلقة جديدة من حلقات التدريب على برنامج الريد هات، والنهارده إن شاء الله هنتكلم فيها عن الإكسباير أيتم، إزاي نضيف صنف جديد إكسباير أيتم عندي بالسيستم، نضيف الباتش ريفرنس تبعه، وإزاي نشوف المشتريات ونعمل المشتريات ليه ونعمل مبيعات ليه. فأول حاجة، أول خطوة بنروح انفنتوري موديول، نروح على الأيتم ماستر. فلازم نضيف عندي الصنف الاول في السيستم. افترض ان انا عندي بنادول، طبعا اكسبار ايتم اوبشن، هذا بيستخدم غالبا بيستخدم في الصيدليات يعني. فبنروح نكتب اسم الصنف مثلا بنادول اكسترا، هنا بنختار اكسبار ايتم الكلاس، يعني نوع هذا الصنف ان هو اكسبار ايتم. طبعا بنختار عادي الصورة مثلا، ليه عايزين نحط مثلا اسم بالعربي، اذا عايزين نختار الكاتيجوري تبعه او الجروب تبعه بشكل عادي جدا في ريد هات. هنا بنحط الباي برايس مثلا، بنشتري بخمسة هنبيعه مثلا بثمانية. اوكي، بعد ما اخلص اسجل باقي انفورميشن بعمل سيف فينيش ابديت بروسيس. اوكي، في عندي حاجة اسمها ايتم هيستوري، اذا انا ضغطت على الايتم هيستوري بيعطيني كل المشتريات وكل المبيعات. اي عمليه بتتم على الصنف في السيستم بيكون عندي هنا في الهيستوري، وبيعطيني اسم السبلاير واسم الكاستمر كمان. فبنشوفها شويه كده، بنشوفها ان شاء الله. بس خلينا نخلص نعمل مشتريات الاول على الصنف ونعمل عليه مبيعات، وبعد كده نيجي على هذه الشاشه بنشوف الهيستوري تبع الصنف. فبنقفل هنا خالص ونروح نعمل مشتريات للبنادول اكسترا، ونروح جيت ريسيبت نوت. طبعا انت ممكن تعمل فاتوره مشتريات برشيد انفويس، وممكن تعمل جود ريسيبت نوت سند استلام مباشرة. الاثنين ممكن تستخدمهم حسب الطريقة اللي انت ماشي بيها في المحل او في الصيدلية. فبنعمل نيو سند استلام بضاعة، بنختار من السبلاير اللي استلمنا منه البضاعة مثلا ده. هنا بنسجل، بنختار الصنف بس بقول بنادول، فاختارنا بنادول اكسترا، بتحط استلمنا مثلا 20 او استلمنا مثلا 50 بسعر كده، هو اوتوماتيك بيطلع لي هنا سعر المشتريات اللي احنا مسجلينه هناك اللي هو 5 50 ب 250. هنا بتسجل الباتش ريفرنس. الباتش ريفرنس هو عباره عن رقم بيكون موجود على المنتج، يعني كل صنف، يعني مثلا الشركه المصنعه انتجت بنادول اليوم مثلا انتجت 5000 وحده اليوم، فال 5000 وحده نزل ليهم حاجه اسمها باتش ريفرنس، او نزل ليهم كود معين هما بيرمزوه عندهم. يعني مثلا ممكن يكون بالشكل ده اي بي ال مثلا ورقم تاني، ممكن يكون مثلا رقم ثابت يعني انتجر. فهو عاده بيكون مكتوب على البرودكت، يعني حتى لو مسكت اي بنادول علبه بنادول تشيك عليه او اي دواء بتلاقي مكتوب الباتش ريفرنس وجنبه مكتوب اكسباير ديت، او تحتيه مكتوب اكسباير ديت. فاحنا نفترض ان احنا عندنا الباتش ريفرنس ده والاكسبار ديت تبعه بيتكتب مثلا هنا، ممكن تقول مثلا 20/6/2025، يعني هذا الصنف اللي احنا استلمنا منه 50 وحده اليوم، الباتش ريفرنس تبعهم كذا والاكسبار ديت تبعهم 20/6/2025. تقدر طبعا تحط اصناف تانيين تحت هنا، اي صنف تاني ممكن تسجله. طبعا انا ما عنديش غير صنف واحد كمثال الحين، انت ممكن تحط اي صنف تاني خالص مثلا بنادول، وبتحط مثلا اذا كان في باتش تاني ولا حاجه ممكن تقول مثلا 20 من الباتش رقم اي بي اس 5/4 مثلا كذا، وتحط الاختبار تبع مثلا هذا بينتهي 20 او 25/1/2021 مثلا. هو نفس الصنف، اوكي، استلمناهم اليوم بس ده باتش ريفرنس كذا واكسبير ديت كذا، وباتش ريفرنس كذا واكسبير ديت كذا. فانا بعمل سيف وبعمل بوست، بعمل برنت. البرنت طبعا بيطلع لي بالشكل ده. في ديزاين تاني بيكون موجود عندك، او احنا بنعمل لك ديزاين سيستم بيكون موجود هنا الباتش ريفرنس والاكسبار ديت. فبنقفل الشاشه تبع البرنت. احنا خلاص سجلنا واستلمنا البضاعه، بنروح نشيك الحين على الايتم هيستوري. تقفل هنا الشاشه كلوز، نروح على الانفنتوري ايتم ماستر، اعمل فايند، روح على البنادول، افتح الفايل وروح على ايتم هيستوري. فاوتوماتيك بيعطيني ان احنا استلمنا 70 وحده من هذا الصنف. احنا عندنا في المخزن 70 وحده
من هذا الصنف. طب انا عايز اعرف تفاصيل الاكسباري، يعني اذا هم 70 وحده هل هم بينتهوا مع بعض او لا؟ فانا بقفل هنا في تقرير تاني اسمه اكسباير ايتم ريبورت، بقفل هذه الشاشه، بروح على انفنتوري ريبورتس، في اكسباير ايتمز ريبورت، هنا بعمل برنت دايركت، فبيطلع لي يقول لي انت عندك مثلا في ايتم، هذا ايتم قديم كان معمول تيست قبل كده، بس احنا عندي الباتش اللي احنا سجلناه من شويه، هذا الباتش وهذا الصنف وهذا المخزن اللي موجود فيه الصنف، عندي 50 هينتهوا في 2025، وهذا الباتش وهذا الصنف عندي منه 20 هينتهوا في كام؟ في 25 يناير 2021. وتحت هنا بيطلع لي سمري، يعني 2021 بينتهي في المخزن فيه عندي 20 صنف هينتهوا في المخزن رقم كذا، وفي 2025 جون هينتهي 5 في المخزن رقم اسمه كذا، و50 قطعة عندي اكسبار ايتم هينتهي في الوير هاوس. فبقول اوكي هذا التقرير بقدر استفيد منه في متابعة الاكسبار ايتم عندي في الصيدلية. فممكن انا اروح ابيع اعمل مبيعات ونرجع تاني لهذا التقرير ونشوف. فخلينا نروح نعمل مبيعات، نقفل هنا خالص، بروح اعمل سيلز. طبعا انا عندي مبيعات من السيلز من هنا وعندي مبيعات من البونت اوف سيل. فانا اروح هنا الاول السيلز، بعمل سيلز انفويس وبعمل نيو، بقول هنا دبل كليك اختار الكاستمر تبعي، هنا بختار البنادول مثلا. في هذا الحالة شوف ما اقدرش ادخل، ما اقدرش اسجل اي كمية خالص هنا، هذا الفيلد اللي هو كوانتي ما اقدرش اسجله، فلازم اسجل الايه، بيطلع لي اوبشن اسمه باتشز، يعني لازم اسجل الباتش اللي انا هبيعه دلوقتي. فبعمل اضغط على باتشز بيطلع لي كل الباتشات المتاحة والاكسبيرد تبعهم والكميات. فانا بقول ان انا بعت للعميل دلوقتي مثلا 2 من هذا الباتش اللي هو ده، فبضغط هنا عليه الكمية بيطلع لي هذا الاوبشن، اقول مثلا 2، بقول اوكي، فنزل لي ريكورد ان في 2 من هذا الباتش وهذا اكسبيري. بروح تاني لو عايز ابيع باتش تاني غيره، بقف هنا وبعد كده بروح على باتشز، ببيع الباتش بالتاني، بقول مثلا انا هبيع منه 5، فبقول اوكي، فانا كده هذا الباتش هبيع منه 2 وهذا هبيع منه كام؟ 5. بس بعمل سيف وبعمل بوست. اوكي حتى في الفاتوره كمان ممكن نحط الاكسباير ديت والباتش ريفرنس. طبعا هذا الديزاين مفيش فيه اكسباير ديت وباتش ريفرنس، بس في ديزاين احنا ممكن نحط فيه، في اوبشن في السيستم ازاي نحط الباتش ريفرنس والاكسباير ديت هنا. طبعا دي ان شاء الله حلقات قادمه بعرفكم ازاي تسووها. بس الحين عملنا مبيعات، فخلينا نروح نشوف المخزن. بروح على الايتم ماستر، بروح اشيك تاني على البنادول. اوكي بروح على الايتم هيستوري، فنزل عندي ان في، انا كان عندي 70 بعت منهم 7، وفي ديليفر نوت طبعا بتظهر هنا لان اوتوماتيك ما بعمل فاتورة مبيعات بتنزل ديليفر نوت من الباك اوفيس. فانا كان عندي 70 بعت 7، بقى عندي كام؟ 63. فعندي 63 ايه قطعه، فانا عايز اعرف تفاصيل تبع 63 قطعه دولت و 63 وحده. فبقفل هذا التقرير، بروح انفنتوري ريبورتس، بروح تاني على اكسبار ايتمز، فبيطلع لي ان انا عندي من هذا الصنف عدد الكميات اللي موجوده في المخزن 45 هينتهوا كام؟ 2025. وهذا الباتش عندي منهم 18 هينتهوا كام؟ هينتهوا في 2021. فبيطلع لي اللي هو 63، بجمعهم 63 وحده. ده بالنسبه للاكسبار ايتم في السيستم. طبعا في طريقه تانية ممكن نبيع من عن طريق المبيعات تبع شاشه الكاشير. فبنروح هنا البي اس، خلينا نشوف شاشه الكاشير ازاي نبيع منها اكسبار ايتمز. هروح كاشير، شاشه الكاشير ريجستريشن، بعمل فايند بنادول او بعمل سكان الايتم نفسه، فبتطلع لي نفس الشاشة تبع الايه؟ الباتشز هنا، فبقول اوكي انا ببيع مثلا 5 من ده. اوكي انا ببيع دلوقتي 5 من هذا الباتش، اوكي فبينزل لي 5 من هذا الباتش فين؟ ب 40 دينار. بعمل باي عادي جدا، بعمل بحرمي دينار مثلا. اوكي. ده بالنسبة لفاتورة للمبيعات من شاشة الكاشير. الحين بروح اشوف التقرير تاني تبع الاكسبار ايتمز.
اوكي نزل ثلاثة، نزل خمسة هنا، فكان الأول في عندي 18، فأنا بعت خمسة من هذا الباتش، بقى عندي كام؟ 13، وهكذا يتم عملية وقت المشتريات أو استلام البضاعة، البضاعة بتزيد ووقت المبيعات بتنقص. وشكرا.